إذا متهمين بدنا ندعس أكبر رأس فيهم. وقتلتونا ببيروت. نحن حضرنا على مجلس النواب لسبب واحد واضح، انه جايين نحن نشوف اليوم بالنواب اللي هن بيطلعوا طول بيحكوا مين مع القضيه ومين ضدها، لانه المفروض كل النواب يكونوا مع القضيه، هي قضيه وطنيه اكيد ما عدا اثنين اللي هن مطلوبين بمذكرات توقيف وبحث وتحري، اللي البحث والتحري يتنفذ فينا نحن الاهالي بس ممنوع يتنفذ على المسؤولين والواصلين بالدوله. ما حنقول الاسامي علي حسن خليل وعلي زعيتر، ما حنقولهم. نحن ما بقى بدنا نسمع كلام انه نحن معكم، نحن بدنا فعل، بدنا انه كل مين معنا يتوجه لثوبنا ويكون عم يمضي العريضه، واللي ما بده يمضي العريضه بده يكون هو متهم او بده يكون مشارك بالجريمه كمان معهم بعرقله التحقيقات. أنا قدمت سؤال لوزير العدل نهار الاثنين حول ارتكابات القاضي حبيب مزهر، حول مخالفته لعرقلة التحقيق نتيجة وضع يده على ملف من خارج اختصاصه، نتيجة الضغط السياسي اللي كان عم يتمارس على بعض القضاة من قبل، وواحد منهم هو القاضي حبيب مزهر. بموضوع التشريعي قدمنا قانون لتعديل أصول قانون أصول المحاكمات المدنية، ولكن للأسف مجلس النواب تحول نتيجة تعطيل انتخابات الرئاسة من هيئة تشريعية لهيئة نخبة، فعمليا نحن أمام اليوم تعطيل لمسار البلد كله سوا، تعطيل لمسار البلد مرتبط بعدم انتخاب رئيس جمهورية، مرتبط اليوم بوزير مالية حاطط الملف تعيين رؤساء محاكم التمييز بالجرور وهو ما عنده صلاحية، وهيدا تعصب باستعمال الحق وهيدا بيتحاكم عليه.